اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة فيديو مميز جدا، هنشوف من خلاله مجموعة من الادوات المنزلية الحديثة والافكار والحيل والمنظمات والاجهزة المنزلية الذكية اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ، وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او المطبخ او في البيت عموما، وكمان بتوفر علينا الجهد والوقت. هنشوف مع بعض من خلال الفيديو بعض المنتجات والأدوات والأجهزة المنزلية اللي مفيش أي ست بيت تقدر تستغنى عنها، وطبعا هقول لكم وهعرفكم ازاي تقدري تحصلي على المنتجات دي بكل سهولة وبطريقة سهلة جدا وبسيطة، بشرحها لكم دايما في نهاية كل فيديو. ولو أول مرة بتشوفي فيديوهاتي وبتتابعي قناتي، أتمنى أنك تنضمي لينا ودعم طريق الضغط على زر الاشتراك، وعشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة تقدري تفعلي جرس الإشعارات للكل، وده عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة إن شاء الله. ولو الأدوات اللي في الفيديو عجبتك، أتمنى أنك تدعميني بالضغط على زر اللايك. ويلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف المنتجات والأدوات اللي موجودة معانا في الفيديو ده، وهنشوف ونتعرف مع بعض ازاي نقدر نستخدم الأدوات دي وازاي نقدر نستفيد منها. بعد كده تعالي نشوف مع بعض. عندنا منظم او ارفف للمطبخ، تقدر ان انت تثبتيها على رخامة المطبخ او الدولاب وتنظمي عليها الحلل والطاسات ولوازم وأدوات المطبخ اللي بتكون عندك. بعد كده تعالي نشوف مع بعض. عندنا منظم للشرابات او الملابس الداخلية، تقدر ان انت تثبتيه عندك في الدولاب وتنظمي فيه الشرابات او الملابس الداخلية، وطبعا استخدامه بيكون سهل جدا. هنا بقى تعالي نشوف مع بعض. عندنا قطعة الخضار والفاكهة، طبعا بيجي متوفر معاها كذا شكل من اشكال التقطيع، وطبعا تقدري تبدلي الاشكال دي على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تقطعيها. غير كده القطعة دي كمان بتحتوي على مصفى تقدري تغسلي فيها الخضار بعد ما تقطعيه بكل سهولة، يعني هي بيكون ليها كذا طريقة في الاستخدام. والقطعة دي بيجي معاها قطعة تقدري تمسكي بيها الخضار وتقطعيه بكل سهولة زي ما واضح كده قدامك من خلال الفيديو. بعد كده عندنا منظم البيبسي، ده تقدر ان انت تنظمي فيه علب كنزات البيبسي او العصاير، وطبعا هو بيديكي شكل منظم وجميل جدا جوه التلاجة. بعد كده عندنا اداة لتقليب الطعام، الاداة دي طبعا بتكون عملية جدا بتساعدك جدا في الطبخ، خصوصا لو بتعملي اكلة محتاجة للتقليب بشكل مستمر، وطبعا بتقدري تحددي السرعة بتاعتها، وهي طبعا بتوفر عليكي في الجهد والوقت بحيث ان انتي تستخدميه في حاجة تانية. هنا بقى معانا منظم البوكليات، وهو بيجي مقسم لست خانات تقدري تنظمي فيه ست انواع من البوكليات او الرز او السكر او الدقيق، وبيجي معاه اداة معيارية تقدري تعايري بيه الكمية اللي انتي بتبقي محتاجاها. بعد كده بقى عندنا اداة تثبيت او حوامل، تقدري ان انتي تثبتيها فوق اكباس الكهرباء وتثبتي عليها الموبايل وهو بيشحن، او تقدري طبعا تثبتي عليها فازة او اي تحف بتكون عندك، بيبقى شكلها حلو قوي وجميل في البيت. بعد كده هنا معانا الممسحة، دي تقدري ان انتي تنضفي بيها الجدار او الارضيات او المرايات او الشبابيك، يعني بيكون ليها كذا طريقة في الاستخدام. بعد كده تعالي نشوف مع بعض. معانا هنا بقى القشرة الجميلة، دي تقدري ان انتي تقشري بيها مختلف انواع الخضار زي الخيار والجزر والبطاطس. بعد كده تعالي نشوف مع بعض. عندنا الاداة دي، والاداة دي طبعا بتساعدك ان انتي تعملي بيها السجق وبتحشيه بكل سهولة زي ما انت شايفة كده من خلال الفيديو. بعد كده هنا تعالي شوفي معايا الحامل او المنظم، ده طبعا تقدري ان انت تثبتيه عندك في المطبخ او في الحمام او في اوضه النوم، وهو مهمته انه بيساعدك على تنظيم ادوات ولوازم الحمام او المطبخ، او بيساعدك على تنظيم ادواتك الشخصيه في اوضه النوم.
بعد كده عندنا الأداة الخاصة لتنظيف السمك، تقدري تنظفي بيها مختلف أنواع السمك بطريقة سهلة وبسيطة جدا. بعد كده عندنا مروحة كهربائية ميني قابلة للطي، وتقدري ان انتي تتحكمي في الارتفاع بتاعها زي ما انتي عاوزة. وهنا معانا قطعة الخضار الأربعة في واحدة الكهربائية، وطبعا بتشتغل عن طريق الشحن الـ USB. تقدري من خلالها تقطعي وتفرمي التوم والخضار واللحمة والفراخ، وبيجي معاها 2 مضرب للبيض. عاوزة اقولك لو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدري ان انت تكتبيلي في التعليقات، وانا هرد عليكي في اقرب وقت ممكن. ولو عاوزة تشوفي ادوات منزلية وافكار تانية كتير، ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة ان شاء الله. بعد كده هنشوف مع بعض عندنا صفاية الاطباق دي، تقدري ان انتي تصفي عليها مختلف احجام الاطباق اللي بتكون عندك. بعد كده عندنا طبق متعدد الاستخدامات، تقدري ان انتي تستخدميه في تنظيف وغسيل الفاكهة او الخضار، وكمان تقدري ان انتي تستخدميه كطبق تقديم. وهنا عندنا منظم للمطبخ اللي تقدري تنظمي عليه ادوات تنظيف المواعين زي الفيوت وصابون المواعين والاسفنجه. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم للمطبخ، تقدري تنظمي فيه ادوات ولوازم المطبخ زي الصوصات والسكاكين والمعالق، وبيجي معاه 3 ادراج. الدرج مقسم لجزئين، يعني تقدري تنظمي فيه 6 انواع من التوابل، وبيبقى معاه درج تقدري تشيلي فيه اكياس التوابل والصوصات اللي بتبقى عندك. هنا بقى تعالي نشوف مع بعض عندنا المقشرة دي، وهي بتساعدك على تقشير الخضار او الفاكهة بكل سهولة، وبيجي معاها سكينة صغيرة نفس اللون ونفس الشكل تقدري ان انت تقطعي بيها الخضار او الفاكهة اللي عندك. وبعد كده هنشوف مع بعض الكبة دي اللي تقدري تستخدميها في مختلف الطرق، ممكن تفرمي بيها الخضار او اللحوم، وممكن كمان تستخدميها في مختلف الاكلات، يعني تقدري تسميها محضر الطعام. هنا بقى عندنا الجوانتي المصنوع من الاسفنج، تقدري تستخدميه في تنظيف مختلف الاسطح اللي عندك، وطبعا الحاجة المميزة بيه ان مفيش حاجة بتلزق فيه، وتقدري تغسليه بكل سهولة، وبيبقى ليه قدرة عالية جدا على امتصاص المية او اي سوائل. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الترابيزة او الطاولة الصغيرة دي، وطبعا تقدري ان انتي تستخدميها للمذاكرة او الاكل، وطبعا تقدري ان انتي تثبتي عليها اللابتوب او التابلت بتاعك وانتي على السرير. بعد كده تعالي بقى نشوف مع بعض هنا أداة تقطيع الجبن او السمنة كده بكل سهولة. بعد كده بقى تعالي نشوف مع بعض عندنا منظم، تقدري تثبتيه عندك على التسريحة وتنظمي فيه الكريمات او العطور او الميك اب بتاعك، شكله بيكون حلو قوي وبيكون متوفر منه كذا لون. بعد كده هنا عندنا شماعة الهدوم دي، الشماعة دي تقدري تثبتي عليها كمية كبيرة من الهدوم زي الطرح والهدوم الداخلية، وبتساعدك على ترتيب وتنظيم الهدوم جوه الدولاب. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا هنا منظم للزيت، تقدري ان انتي تنظمي فيه اي نوع زيت انتي بتستخدميه او حباه. بعد كده عندنا فرشة التنظيف دي، وهي طبعا بتساعدك على تنظيف الزوايا والاماكن اللي بيبقى صعب عليكي توصلي لها، وطبعا بتديكي افضل النتائج زي ما انت شايفة كده معايا في الفيديو، وتقدري تنظفي بيها الارضيات والجدار والسجاد ومختلف الاسطح اللي بتكون عندك. وبعد كده معانا الاداة اللي بتساعدك على تقشير اللب بكل سهولة،
هنا بقى هنشوف مع بعض. عندنا جهاز الطبخ على البخار. طبعا الجهاز ده عبارة عن حلتين، اول حلة تقدري تسوي فيها الاكل على البخار، والحلة اللي بتبقى في القاعدة دي تقدري ان انتي تعملي فيها اي شوربة او اي طبيخ او تقلي فيها اي حاجة انتي عاوزاها. وهنا بقى تعالي شوفي معايا منظم للغسيل، وهو بيكون مكون من 3 أرفف تقدري ان انتي تنظمي فيه الهدوم النظيفة او الهدوم اللي بتبقى لسه عاوزة تتغسل، تقدري ان انتي تستخدميه بالطريقة اللي انتي عاوزاها. وهو بيكون مزود بعجل، يعني تقدري تحركيه عندك بكل سهولة. وطبعا تقدري ان انتي تنظمي على الرف اللي فوق ادوات التنظيف اللي بتغسلي بيها. هنا بقى معانا آلة قفل الاكياس، تقدري ان انتي تقفلي بيها الاكياس عن طريق الحرارة، وهي بتشتغل بالحجرة، وطريقة استخدامها سهلة جدا وبتساعدك على حفظ الطعام وانه يفضل دايما عندك طازة. وطبعا الآلة دي بتكون غير مناسبة للاكياس الورقية والاكياس الالومنيوم. بعد كده عندنا المصفى البلاستيكية، تقدري ان انتي تصفي فيها مختلف انواع الخضار بمجرد الضغط على مقبض المصفى. دلوقتي بقى هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده بكل سهولة، بعد ما شفنا مع بعض مجموعة من المنتجات المتميزة اللي بتساعدنا دايما على توفير الوقت والجهد، واللي كمان بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت واستغلال المساحات الصغيرة في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما. وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدمها ونستفيد منها بكل سهولة، والحقيقة انها ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة، وتقدري ان انتي تستفيدي منها بكذا طريقة مختلفة، وكمان بتسهل عليك الحياة اليومية وشغلك في البيت. وبعد بقى ما اتكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن المنتجات اللي في الفيديو ده، هقولك عن الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل المنتجات دي بكل سهولة. انتي تقدري ان انتي تجيبي المنتجات دي ب3 طرق. تقدري ان انتي تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انتي بتكوني متواجدة فيه. فبداية كده اول طريقة، لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدري ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق اليكسبريس او علي بابا او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون. وبالنسبة لاسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة، وطبعا بتعتمد على الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها، لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى ليها سعر مختلف. اما سعر مصاريف الشحن فده بيختلف على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه. طبعا بعد كده الطريقة التانية، وهي بتبقى الاونلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام، وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبيعوها عن طريق الاونلاين على السوشيال ميديا، وبتقدري تطلبي منهم المنتجات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف شحن برضو على حسب المحافظات اللي انت بتكوني فيها. وطبعا عاوزة اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتبقى سهلة جدا، بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة. اما بالنسبة بقى للطريقة الثالثة فهي بتبقى المحلات اللي بتبقى موجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي، زي كارفور ورنين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرايس وكده يعني. وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويوصلها بسرعة. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وقدرتوا تستفيدوا منه. ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة بالذرة على اللايك والاشتراك في القناة. ولو عندكم اي استفسار في اي حاجة تقدروا ان انتوا تكتبولي في خانة التعليقات وانا هرد عليكم في اقرب وقت ممكن. واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. اسيبكم في رعاية الله.